أعماشي صالحي إيه أنسو سمين نبيش رمضان بعد رمضان إنا الدين فبعد مركي أنقصه إني معي سنة دعاك إلهي مركان سوى معان سنة مناجات ربي قال سبحانه وتعالى أنا مناجوني وإني إنا الدين بقول نقول إلى جحيم المعاصي معاصي لحن إنا الدين وحا حمادي هو أن الإله قرن سبحانه وتعالى إلا بشر رمضان وياه لا يعرفون إلا في رمضان مظاهر دود نوي بدنك وحاكا مدى كو خوف من ضيع صلاة إله سبحانه وتعالى مع الجماعة من ضيع صلاة وبشر رمضان سوى حاضرين إيه مساجد إبو السميين أتيت هاي صلاة التراويح دو أول ربا سنة أي سوء برسميين وحنا ركينا إلى سي يراد يسوع دتك إيمان هاي صلاة واجب كي شنطة شنطة صلاة إلى دكان يو دتك إيمان هاي إلى سي يراد يسوع وفرض شنطة صلاة وفرض إلهي سبحانه وتعالى إنه واجب يا ريب قفك كتجنا أحاديث بدنه المعنى سيئن الدين تكبع حي أي نبي تسلنا رسال الله عليه وسلم وفق هذا السلاة سمي وحي المعنى سيئ على رضو طهي إن أنا عمل كيسي الأقبل وعيد بالله وفق هذا السلاة دي هو واجب كيسو الحادر هو مساجد كيو عمير أي وصو عمير هو محي على رضو طهي وحي على رضو طهي إن أنا عمل كيسي الأقبل بشي رمضان محايا لي وفق صوما عمل كيس الله أقبالي وفرحيا قولوا فرحيا ما أنتوا بشهر رمضان لما يبقى وفتروا إلهي بكو شكريا يا سبحانه وتعالى أتامي لي بشير رمضان أتامي لي صوم أتامي لي أو صو صوم سيادة رادي وقوي يا عرشي إلهي وكربق أيوب وأويا مغلوب كعب سنة إن العمل كيسي الأكبر أي أويا سيد السلف الصالح يا هايل ويأوي جيران لحب الأرض بعد رمضان ووحي كأوي جيران إن إله ويجيسا سبحانه وتعالى إن إله عمل كوي أكبر أي أوي جيران إله بشير رمضان عمل كي أيسو سميين إن إله كأكبر أي أوي جيران وحاكم إذا على الله قبول العمل وحذر كيسا أطوك إلهي إنه كنجر في أحسن حال من حاله صادق رمضان قهر سنوها ستة ونأسن إنه كسوا يهي معنى رمضان أي ذا كيسا وحذر كيسا وهي على مدتها إلا قابل عمل كيسي وحسوا قابل يدى عند إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحيد يزداد إيمانا مع إيمانهم وحيد معناها خير كي يحسن وناك يا إسلاميين أدو يا إحسي يا أدو يا معنى ولا أيها السيادة وحضر كيسا يسوى السيادة يقررين يا مركز تبع عمل كخير يسوى قررين يا طاعات إله سبحانه وتعالى بسبب كفوغان وحيابها معاصدة إيه ما ربتا ومركا ورسمين يتقر رمضان أي أهوات كانوا كفوغاني وحي الله وشكرين يا سبحانه وتعالى فغاشاه كفوغان معاصدة سيدو كاري وحواجب من أهذا أطوك إله سبحانه وتعالى من جوتية تعالى إله سبحانه وتعالى بتقصدن شرع الإله سبحانه وتعالى بتقطوس الدين الإله سبحانه وتعالى وأنا الحيرة ليسي أنا إيمان وحلمنا إله سبحانه وتعالى وعابد يا بلك استغفر ما هكريها تبش رمضان لكن سفش بلك استغفر وعابد يا مكان تسجد إله سبحانه وتعالى وعابد يا
إلهي سبحانه وتعالى هو يهي ربي لقش رمضان يا إنت سنة تعالي وكرب إنه يهي ربي هو إنه يهي أي أيوة وجهي أدور كاس مركب رمضان قيام رمضان قيام الليل وما رتبها مشروعة قيام رمضان مركب رمضان يهديت هي تراويح يا هديت هي تهاجد كيبا وحا مشروعة قيام الليل تهاجد كيبا إذا سوجيتو أبي كل كيسة دم إذا دوك على قيام الليل إذا دوك على أبي تستوى وسنة مؤكدة نبينا صلى الله عليه وسلم إن أبوه يجي إن أبوه نو وحين نبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل وحال إذا كرم واجب الكوا بمعنى وحال صار قيام الليل فإنه داء صالحين قبلكم أتوب من سنين ذكور إدعاء ذوي ومغربة إلى ربكم وأنواشو ربنا أقول وانسان ومغفرة للسيئات وحي لا فيسا سيئات في عمان ومنهات عن الإثم وحي مالك تنهي ليس الرب يسا دبنا وحي أبها مالك حسد في وحي بحنا لب نمدنا ويفوي نساء رواب ترميه وحا حدث لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يريد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل صلاة أبو فضل بدن مركة النبي ما دو صلاة واجب كأه وقيام الليل قيام الليل كيا أبو فضل بدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى لي على قيام الليل ولم يترك سفرا ولا حضرا نبو كبت ابن مرنا من بدي من قيام الليل كسفر دو يهي إياها دو يهي من دقمة سوى حاضرا ودقن يهي سوى سفرا لبدا بوت مجري نبو صلى الله عليه وسلم نبو صلى الله عليه وسلم سرك عليه الكريم وهو سيد ولد آدم المغفور سوى سيد ولد آدم بني آدم سوى مارتا وسيد كوريا مغفور له ما تقدم من ذنبه ذنبه سوى رؤرنا رؤرنا فيه وما تأخر وحيد ذنبنا رؤرنا فيه نبدا صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدماه إلى لبني سلوه أي في البلاعين تابيني وتادنا فقيل وحاد ذوري في ذلك تاسع وحاد ذوري وحتى مارتا ورؤرنا في ذنبه غيره يدبلغين دبوا وردا في محاسن سمين سمركي لغو يري نبو محوه جواب صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ميانا جعلان إن أهادو أدوك إلهي وإلهي بشكر لي بالكسر متفق عليه نباوي بن حسن البصري رحمه الله قل يا أبا سعيد إني أبيت معافى وحن وبريستان معافى ما تعب وأحبه قيام الليل وحن جعلها قيام الليل كنا ما جعلها وعند الظهور وارد يا سدى ويسديد وحن كنت على قادة هنا وسد يا سدى فما بالي لا أقول حائل نعيم وأروك على سلاة الليل كم حائل هست وحكوين حسن المصري ضروبك قيادتك دبينا ريبا كوح الحرم وقال الفضيل بن عياط وحي الفضيل ابن العياض وحي إذا لم تقدر أديها الأوض إذا على قيام الليل إذا همان كيك عدو وصلاة الليلة تكتادات كرب ويدو وصيام النهار يا معرفتي إن صوتها ذات كرب ويدو فاعلم أنك محروم مكبر وحد وقاتا إذا نبلو ديني أقاي ولا حرمي والله ما رتا لحرمي كبرت خطيئتك وحاق حرمي ودبي هذا أيوه وقيام الليل عبادة قيام الليل هو عبادة تصير القلب بالله وحكوحد قلبك إله بكوحد سبحانه وتعالى وسمات النفوس الكبيرة وعلى مدها الله يقال نفوس وين نقف مالكها في مهر وين أي الله يقال وقد مدحه الله ومن يساوي مع غيرهم إله سبحانه وتعالى وهو أماني قيام الليل هو كعيا قول مالك سبحانه وتعالى تتك عليه كسعي مطرمان أمن هو قانت ناداء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
وحلي من هو قائم قفتا إن أنا الليلي هبك ساعدي ساجدا حاربه في سجوسا وقائما حاربه كي تاغا يحذر آخرة حروف صمينة وحاس آخرة يكتبتوية ويرجو رحمة ربه رجينيا ربي سنحر استيسا يرجينيا قل هل يستوي الذين يعلمون فقتل هذا يسميه هو قرانيا والذين لا يعلمون يقوى من قرانيه المقوس مما إنما يتذكر الألباب وحاوى تلقم ووعده قرافوا ما لتعقل وصاحبك أيها الأحبة الكرام بشير رمضان وسبوتني لعدي شوال وان راعنا يعدي ورسول قشير لكن سيكون شوال وباقي عدي والآن سوري فرصة بها يستطاع بلها خرائها غي بشار رمضان صحيح يتقص وقابل وإلى الدفاع كله وإلى كان دفاعا خبيئات كان رعيا وإلى كجوجيان ونفتر وإنجيتو وإلى كهور ريحدو عبادتي أن سميسي بشار رمضان إن سميسة قراءة القرآن إن ذكع ذهبك تهجد إن ذكع وإن إن مالك السنة رواتب الصلاة وإن نكتج وعصر وإن كهور ريحدو وأصميس أيها الأحبة الكرام قل لي كلما لقسم فقاله بشر رمضان وحد الكيساء إن يدد هنا السيارة إن حاضر الله يسوع حاضر إلى المساجد ما رنتي لبعض إشوال مساجد سبحي فارب إستاها إنتو لبعض يرى صلاة مالك الصبح بشر رمضان نحن إذا مرد قارب المساجد أيوب بحسن إيه صلاة الصبح مرد الله سوى سبحانه لسكي من المساجد لكن سيما كما حاد عاد لما سأصدع سبع إيمان أي مساجد آوى تطكي كلام كي مرد رمضان بيع عبودي رمضان هذي عبودي ويتتي رمضان إلهي هذي عبودي نبيل كسر إلهي وجوده سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام إلهي دربي أن الله دافو دربي دوار دينتين أن الله دافو وحديمنا حيثتنا الله نقفق على الله يعني الله نقفوشي تقالنا الله نقفوشي روكا إله أي دور السيء نعاني إساء يبر واقدي إساء الله نصيب اللهم إنه هو سبحانه وتعالى نعمة ومشبه ما لك رحمة داس الله إنه هو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.